لكن اللي ما راحش الحج السنة دي، هل في أعمال معينة لو عملها ممكن ياخد ثواب الحج والعمرة؟ هو ده موضوعنا مع ضيفنا الشيخ أحمد المالكي من علماء الأزهر الشريف. أهلا بك يا شيخ. الله يخليك يا رب، يحفظك ويكرمك ويسترك يا رب. اسال الله ان يا رب يرزقنا يستر الصحة الحج والعمره يا رب يا عاما بعد رب. عام، اللهم آمين يا امين. رب، آمين يا رب. كتير من الناس ممكن بيبقى عنده، بعد الحمد لله وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا ومولانا رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد، اللهم لا حول ولا قوه الا بالله، اللهم لا حول ولا قوه الا بالله، اللهم لا حول ولا قوه الا بالله، تمم اللهم ما به بداتنا ولا تسلبنا اللهم ما اعطيتنا، اللهم امين. كلنا بيشتاق إلى حج بيت الله الحرام، حتى اللي حج مرة بيبقى عاوز يحج مرة واثنين وثلاثة وأربعة وخمسة، وده شيء طبيعي. وسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول تابعوا بين الحج والعمرة، وإن الحج يا أستاذة دعاء بينفي الفقر. أنت متخيلة إن هو يذهب الفقر اللي هو الحج، وكذلك الأمر يذهب الذنوب، لأن الإنسان اللي بيروح يحج رجع من ذنوبه كيوم إيه؟ ولدته أمه، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، بس بشرط اللي هو إيه؟ لم يرفث ولم يفسق، ما بيقولش الكلام الخارج وما إلى ذلك، ولا يأتي محظورا من محظورات الإيه؟ من محظورات الإحرام أو محظورات الحج. وبالتالي في ناس كتيرة جدا نفسها تحج، وناس بتقعد تحوش القرش فوق القرش، الجنيه فوق الجنيه، عشان نفسها يعني تذهب وتسقط عنها هذه، حتى لو هم معهمش. فنقول لهم يا جماعة، هو أنتم مش مكلفين بالحج في الفترة دي، بس هو ده الاشتياق إلى بيت الله تبارك وتعالى وزيارة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. نسأل الله أن يرزقنا الحج يا رب كل عام. آمين يا رب. وبالمناسبة الحج في عبادتين مهم جدا، لأن كتير من الناس يقولي يا أخي وتحج لي، ما أنت حجيت، ما خلاص ما تحجش، ما أنا عاوز أحج، النبي قال لي تابعوا بين الحج والعمرة، فأنت ليه تمنعني؟ وبعدين أنا في استطاعتي، فيقول لي روح تصدق على الفقراء المساكين. ما أنا بتصدق على الفقراء وأحج. الحج في عبادتين، عبادة مالية وعبادة بدنية. عبادة بدنية اللي هي يا أستاذة دعاء اللي هو بيروح الإحرام ويمشي، وبعدين الطواف، وبعدين عندي سعي بين الصفا والمروة، وعندي بيذهب على عرفات الله وينزل على مزدلفة، وبعدين منى والبيات في منى، وبعدين رمي الجمرات والكلام ده. فدي تكاليف صعبة جدا، يعني دي كلها عبادات صعبة جدا، فيها بدن، البدن بيتحرك، فيها مشقة على البدن. فأنا عندي عبادة بدنية. الحاجة التانية إيه؟ عبادة مالية. عملت محظور من محظورات الاحرام، بتذبح حاجه، والله رحت وانت مثلا واحد رايح حج متمتع مثلا، فيروح يقرب الهدي. طب الهدي ده بيروح لمين؟ بيروح للفقراء والمساكين. يبقى ايه؟ انا عندي عباده ماليه وعباده بدنيه. طب انا كان نفسي حج، والسنه دي قاعد اهوت ولا ليا ولا علي، اعمل ايه؟ عندي شويه حاجات كده تاخد ثواب الحج والعمر. منها نقول النهارده حاجه جميله جدا، ان هو تخيل لو انت اتوضيت في بيتك ثم خرجت وأنت متطهرا إلى بيت الله تبارك وتعالى، إلى المسجد، حتى تدرك الصلاة المكتوبة، فصليت الصلاة المكتوبة، حج بتاع ده، ظهر، عصر، مغرب، عشاء، فجر، عندك كام صلاة؟ 5 صلوات، 5 صلوات في اليوم. طب بيعمل إيه بقى؟ سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام بيقول من خرج من بيته متطهرا إلى صلاة مكتوبة كان له كأجر الحاج المحرم. بياخد أجر مين؟ الراجل الحاج المحرم. الحديث عند أبي داود. طيب أنا قصرت ولا ما قصرتش؟ كم واحد فينا قصر في الموضوع ده؟ كتير جدا، إحنا مقصرين في المسألة دي. أنت متخيل اللي أنت بتاخد ثواب كم مرة بقى حج في اليوم؟ لو رحت الفجر بتاخد مرة، لو رحت الظهر بتاخد مرة، لو رحت العصر بتاخد مرة، لو المغرب كذلك الأمر، لو العشاء، يبقى كام صلاة؟ أنا عندي 5 صلوات. فأنت لو اتوضيت في بيتك وخرجت اللي أنت تدرك الصلاة المكتوبة اللي هي صلاة الفريضة في المسجد، بترجع واخد ثواب الايه؟ الحج المحرم. يبقى كم مره؟ اكنك 5 مرات في اليوم. طب انت ضيعت الثواب ده ليه؟ بالمناسبه كان سيدنا عبد الله بن عمر لما كان يسمع كلام الحديث بتاع النبي عليه الصلاه والسلام، احنا عارفين الصلاه على الجنازه، من صلى على جنازه استاذه دعاء له من الاجر قد ايه؟ قيراط. طب القيراط يعني ايه؟ قيراط في الجنه. انت متخيله واحد قاعد في الدنيا ممكن مش لاقي اوضه وصاله، ده له قيراط في الجنه. طيب ده شهد الجنازة، ده هو صلى عليها ثم شهدها حتى تدفن، مشي وراها وشيعها كده لغاية لما الميت وضع في القبر وما إلى ذلك، إيه؟ له قيراطان. أول ما سمع الكلام ده سيدنا عبد الله بن عمر زعل، وهو فكر إيه؟ نصلي على جنازة ونمشي، كل واحد يروح بيته بقى وشغله وهم يطلعوا يدفنوه. فقال والله لقد ضيعنا قراريط كثيرة. شوفي بقى كم واحد مات وإحنا ما إيه؟
ضيعنا القرارات. ودي قرارات فين؟ في في الجنة. الجنة. الإشكالية اللي الناس، خلي بالك أنت في النهاية تحتاج، لابد أن تذهب، إحنا هنموت، فإما إلى جنة وإما إلى نار. فإحنا محتاجين إيه؟ إحنا محتاجين الجنة، نسأل الله الجنة. ولذلك سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام كان كل يوم يدعي ربنا بالطريقة دي: اللهم إني أسألك رضاك الجنة، اللهم إني أسألك، كم مرة؟ 3 مرات، وفي رواية 7 مرات يدعي النبي، يسأل الله الجنة ويستعيذ بالله تبارك وتعالى من النار. أنت زعلان عشان ما حجتش السنة دي؟ أيوة زعلان. طيب يا سيدي ربنا يرزقك الحج العام القادم، ويا رب تحج كل سنة وإحنا جميعا يا رب. يا رب. بس هقول لك بقى السنة دي نعمل إيه؟ ممكن نحافظ على ده، اللي أنت تتوضأ وتخرج إلى بيتك فتصلي الفرض في المسجد هتاخد ثواب الحج. أنت متخيل بقى من هنا لغاية لما يجي الحج عندنا كام صلاة؟ كام يوم؟ اضرب ده بقى في قد ايه، شوف الثواب العظيم اللي انت للاسف انت كنت بتضيعه. محتاجين اللي انت ما تضيعوش لنا ولا الساده المشاهدين بعد ده، ونسال الله ان يرزقنا الحج يا رب. امين يا رب، ربنا يتقبل من الجميع.